لم أدرس مرحلة تسمى مرحلة ثانوية. آه. أنا لم أجلس على المقعد أبدا للمرحلة للمرحلة الثانوية. الثانوية، لكن قدر الله أن افتتحت جامعة إسلامية بالنيجر سايد. نعم، قبل هذه الجامعة. نعم طيب، لا ننسى أننا في قناة كناجية تي في أيها تمام المتابعون، إن شاء الله. والحلقة من يريدها نعم تستفيدون منها في هذه الصفحة في الفيسبوك واليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقة تبث مباشرة في قناة كناجية تي في. إن شاء الله.